التصريحات تترجم على أرض الواقع، تعزز قواتهم يوميا في منطقة بين قوسين منشي التي هي تعني لواء جنين، وهم يقومون بهذه الحملات والمداهمات، وما أقوالهم وتهديداتهم إلا تعبيرا عن واقع حال واقع. وبالتالي تهديداتهم لن تردعنا ولن تخيفنا أبدا مهما اتسعت هذه العمليات. فهذا المخيم هدم كله في معركة نيسان، وقتل فيه الشهداء والجرحى آلاف، ضحوا بحريتهم ومنهم بدمائهم ومنهم بأرواحهم ومن بيوتهم، ولم يرتدعوا ولم يتراجعوا ولم ينهزموا، ولن ننهزم ولن نخشى عدونا، بل سنقاتله حتى آخر قطرة من دمائهم.